الشهر المقبل سيكون مصيريا بالنسبة لمستقبل اليونان التي يديرها رئيس الوزراء باناغيوتيس بيكرامينوس الذي شكل حكومة مؤقتة مهمتها الرسمية تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة في 17 من حزيران يونيو المقبل. وتتكون حكومة تصريف الأعمال من 16 عضوا تهدف إلى الإعداد للانتخابات التي تجري تحت تهديد خروج البلاد من منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع النواب مرة واحدة فقط قبل حل البرلمان، وهذا بعد فشل الأحزاب البرلمانية في تشكيل ائتلاف حاكم جديد. الأحزاب التقليدة مثل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ تأمل في إقناع الناخبين. اليونانيون هم الذين سيختارون بين حكومة مؤيدة لأوروبا أو اختيار طريق تأخذهم في عزلة تامة عن العالم، وأنا واثق على أنهم سيختارون الخيار الأول. الانتخابات الجديدة التي يبدو حزب سيريزا من اليسار المتطرف الأوفر حظا فيها أججت المخاوف حول مستقبل منطقة اليورو، وزادت من مخاطر خروج البلاد من العملة الموحدة في حال فاز رافدو إجراءات تقشف في الانتخابات. أليكسي تسيبيراس يتهم الأحزاب الأخرى بترويع الشعب اليوناني مع التهديد بالخروج من منطقة اليورو. شهر آخر من الانتظار والقلق والخوف من مغادرة البلاد لمنطقة اليورو بات أمرا محتملا لبلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ أشهر بسبب عجز كبير في ميزانيته وعدم قدرة السلطات على دفع مستحقات ديونها الهائلة.